السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة الجيزة هندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي دفعة 2024. طبعا ده الامتحان اللي امتحنوه الطلاب السنة اللي فاتت. طبعا بنحل من كراسة المعاصر الجزء الخاص بالامتحانات المحافظات والاختبارات التراكمية. الامتحان ده موجود صفحة 88 في الكراسة الجديدة نسخة 2024. فكرك ان انا نزلت لك محافظة القاهرة سواء جبر او هندسة، ونزلنا محافظة الجيزة جبر، وجي الدور النهاردة على محافظة الجيزة هندسة بأمر الله. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الأول بيقول لي ظا س زائد 10 بيساوي جذر 3، حيث س قياس زاوية حادة فإن قياس زاوية س. قلت يا باشمهندس لما يبقى معايا الناتج هنا اللي هو جذر 3، فبجيب الآلة وبضغط على زرار الشيفت، وعندي هنا الدالة اسمها ظا يعني تان، وبكتب الناتج اللي هو جذر 3 واضغط يساوي. فالمفروض إن الزاوية ب60، فباخد الزاوية اللي جنب الظا زي ما هي اللي هي س زائد 10، وأقول بتساوي الـ60 يا باشمهندس. خلاص هبدأ أودي الـ10 الناحية التانية، يبقى س بتساوي 60 ناقص 10. 60 ناقص 10 يبقى 50 درجة، يبقى خيبة الـ س بتساوي 50 اللي هو الاختيار ب. طريقة تانية، أنت حافظ إن ظا 60 بجذر 3، فتاخد الزاوية زي ما هي س زائد 10 وتقول بتساوي 60، وتبدأ برضه تودي الناحية التانية مفيش أدنى مشكلة. طيب رقم 2 بيقول لي إذا كان س زائد ص بيساوي 5 وكاف س زائد 2 ص بيساوي 0 مستقيمين متعامدين فإن قيمة الكاف. طالما المستقيمين متعامدين يبقى ميل الأول في ميل الثاني بيساوي سالب 1. طيب ميل الأول أجيبه إزاي هنا؟ سالب معامل س، خلي بالك اللي قدام السين هنا 1، لما أغير إشارته يبقى سالب 1، على معامل الصاد اللي هو 1، تمام؟ في ميل الثاني سالب معامل س، اللي قبل السين هنا كاف يبقى سالب كاف، على معامل الصاد يا باشمهندس اللي هو 2. المفروض إن الكلام ده بسالب 1، والله سالب في سالب هيديني موجب كاف، وهنا 1 في 2 ب2، الكلام ده بيساوي سالب 1 على 1. هضرب مقص يبقى كاف في 1 بكاف هيساوي سالب 1 في 2 بسالب 2، يبقى قيمة الكاف بسالب 2 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ألف يا باشمهندس. أو إن أنا جبت ميل الأول بسالب 1 على الواحد، فطالما المستقيمين متعامدين يا باشمهندس يبقى ميل التاني أشقلب وأغير الإشارة. لما أشقلب ده هيبقى برضه سالب 1، اغير اشارته يبقى بواحد، برضه المفروض بيساوي سالب معامل س اللي هو سالب كاف على معامل الصاد اللي هو 2، ومن هنا برضه هتطلع الكاف بسالب 2. يبقى يا اما الطريقه دي يا اما الطريقه دي، مفيش ادنى مشكله. طيب بيقول لي الضلعان المتطرفان للزاويتين المتجاورتين المتتمتين بيكونوا ايه؟ يعني ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. يعني بيقول لك انت في زاويتين معاك وليكن بالشكل ده كده، ماشي، تعالى نعملها زاوية قائمة. دي كده زاوية مستقيمة، لو أنا معايا زاوية دي كده 90، وفي هنا زاوية كده أهو، ما هي دي كده، دول اسمهم الضلعين المتطرفين، والمتجاورين لزاويتين متتمتين يعني الزاويتين دول مجموعهم 90، يبقى دول الضلع ده والضلع ده اللي هم أضلاع الزاوية، دول اسمها الأضلاع المتطرفة للزاويتين المتجاورتين. ما دي زاوية أهي اسمها مثلا سيتا 1، ودي زاوية اسمها سيتا 2، أيا كان اسمها. خلاص، فالضلعين دول لازم يكونوا متعامدين، طالما الزاويتين المتجاورتين متتمتين يبقى لازم ان الضلعين متعامدين. يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل، هنشوف اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 4 بيقول لي ا ب ج د متوازي اضلاع في زاويه ا زائد زاويه ج ب 200، عايز مني زاويه ب. لازم تبقى عارف خواص المتوازي. لو انا معايا متوازي اضلاع اهو اسمه ا ب ج د، انا عارف من خواصه ان زاويه ا بتساوي زاويه ج. طب ما هما مجموعهم هما الاثنين 200 وهما متساويتين، يبقى اكيد ان دي 100 واكيد ان دي 100. حلو. طب ما انا عارف ان كل زاويتين ورا بعض يعني زاويه ا زائد اللي وراها زاويه ب لازم ب 180. حلو، لان عندي توازي اهو عامل حرف يو. طب ما انا عندي زاويه ا دي ب 100، طب 100 زائد كام تبقى 180؟ اكيد 80، يبقى اكيد ان زاويه ب ب80 درجه اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. رقم 5 بيقول لي البعد العمودي بين المستقيمين دول، اقول له سهله، اول حاجه انا هودي السالب 2 الناحيه الثانيه، فالسين هتبقى بموجب 2،
ومن هنا هودي التلاتة الناحية التانية، يبقى السين بتساوي سالب تلاتة. ممكن أقول له البعد العمودي بيساوي القيمة المطلقة لطرحهم. ابتدي باللي بيحبك، أي واحد يعني، بالنسبة لي هنا اتنين ناقص ناقص تلاتة، يبقى دي كأنها القيمة المطلقة، سالب وسالب موجب، يبقى 2 زائد 3 5، القيمة المطلقة الخمسة الخمسة. طب لو كنت قلت الأول اللي هو سالب 2 ناقص ده اللي هو سالب 2، فهيبقى القيمة المطلقة لسالب 5 اللي هو برضه ب5، طريقة ثالثة. تعرف ترسم س بيساوي 2 وس بيساوي سالب 3؟ أقول لك سهلة، بص معايا. دي الشبكة البيانية، هنا مثلا 1 2 3، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3، فعندك الس ب2 هنا والس بسالب 3 هنا، فالمسافة ما بينهم كام؟ خلي بالك انت اتحركت هنا 2 وهنا اتحركت 3، ما تقولش سالب 3 بقى، ف2 و3 يبقى 5، يبقى كده كده الاختيار 5 هو الاختيار ايه الصح يا باشمهندس. خلاص السؤال رقم 6 بيقول لي ا ب ج مثلث فيه الالف ج تربيع اكبر من الالف ب تربيع زائد الب ج تربيع. قلنا لما يبقى في ضلع تربيع اكبر من الاثنين التانيين يبقى المثلث ده منفرج الزاوية في الحرف اللي ناقص من الضلع الكبير. الحرف الضلع اللي ناقص من هنا من الضلع الكبير اللي هو ا ج اللي هو ب، يبقى المثلث ده منفرج في ب. خلي بالك المثلث بيبقى فيه زاويه منفرجه واحده بس، يعني لو ب دي زاويه منفرجه فبالنسبه لي الزاويتين التانيين سواء ا او ج بيبقوا حد. وزي نفس الفكره، والمثلث ده طلع قائم مثلا، لو طلع قائم في ب برضه المثلث بيبقى فيه زاوية قايمة واحدة، يبقى الزاويتين التانيين برضه حدتين. فطالما هنا زاوية ب منفرجة يبقى يا إما أ يا إما ج أيا كان اللي بيسألني عنهم هيبقوا حدة، يبقى هنا بيسألني على زاوية أ يبقى حدة، لو كان سألني على زاوية ج حدة، لو كان سألني على زاوية ب منفرجة. خلاص خلي بالك من الملحوظات دي لأنها مهمة جدا جدا. السؤال التاني أ يا باشمهندس بيقول لك أ ب ج د شبه منحرف في زاوية ب ب 90، يعني ده شبه منحرف قائم اللي احنا بنرسمه بالشكل ده كده يا باشمهندس، لازم تكون شفت الحل وفاهم. ادي اسمه الف ب ج د، وهنا زاويه ب ب 90، وقال لك ان الالف د بيوازي الب ج. حلو حلو. بيقول لك اذا كان الالف ب ب 3، الالف ب ب 3 والالف د اللي فوق ب 6 والب ج اللي تحت كل ده ب 10. ركز يا باشمهندس، قلنا في الشبه المنحرف قواعد ثابته، انا هبدا انزل بهنا بعمودي كده خلاص، فطالما دي 3 يبقى دي برضه 3، طالما الالف دال ب 6 سمي النقطه دي هاء مثلا خلاص، يبقى الباء هاء برضه ب 6. ليه؟ لان ده كده اصبح بالنسبه لي مستطيل، ده 3 ده 6 ودي 6 ودي 3 بقى مستطيل. حلو. طب ما دي كلها 10 انا خدت منها 6، يبقى فاضل هنا كام؟ 4. طب ما المثلث دال هاء ج ده مثلث قائم، ما تحسب لي الدال ج من فيثاغورس، يبقى دي جذر. الدال ج ده عبارة عن وتر، بحط زائد وبحط الضلعين التانيين اللي هو 3 تربيع و 4 تربيع، يبقى ده جذر 25 بيساوي 5، يبقى أنا عرفت الدال ج ب5. طالما طلعت كل الأضلاع بإذن الله الموضوع سهل. بيقول لك أثبت أن جتا زاوية دال ج ب اللي هي الزاوية دي. خلاص طب ما تيجي نجيبها. جتا الزاوية دي عبارة عن مجاور، خلي بالك أنت هتشتغل في المثلث ده، فالمجاور هنا اللي هو 4 على الوتر اللي هو 5، يبقى 4 على 5 ناقص ظا زاوية أ ج ب. أ ج ب فين الزاوية دي يا باشمهندس؟ ده مش مرسومة. خلاص ارسمها، ركز بقى معايا عشان الكلام هيختلف، أنا هوصل دي كده أهو. فادي يا باشمهندس زاوية أ ج ب اللي هي الزاوية دي، فأنا المرة دي هشتغل في المثلث ده اللي هو المثلث أ ب ج، خلاص عشان أجيب ظا الزاوية دي، فهو المقابل اللي هو 3 على المجاور اللي هو 10، خلي بالك انت شغال في المثلث ا ب ج الكبير، يبقى هنا المقابل ب 3 على المجاور اللي هو 10 يا باشمهندس. خلاص بص ممكن تحسب دي بالآلة هتطلع نص او 4 على 5 هي 8 على 10 ناقص 3 على 10، فهنا المقام ب 10 و8 ناقص 3 5، 5 على 10 اللي هي نص، يبقى فعلا الكلام ده بيساوي نص يا باشمهندس. مسألة مهمة جدا جدا ولازم تكون فاهم فكرتها. السؤال الثاني بقى يا باشمهندس بيقول لي اذا كان المستقيم لام واحد بيمر بالنقطتين دول، والمستقيم لام اثنين يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها 45، عايز قيمه كاف اذا كان المستقيمين متعامدين. انت عارف ان لام اثنين بيصنع زاويه مقدارها 45، يبقى انت ممكن تجيب لي ميل المستقيم لام اثنين اللي هو بيساوي ظا هاء، حيث هاء هي الزاويه الحاده مع الاتجاه الموجب، اي الزاويه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات سواء حاده او منفرجه مش هتفرق.
فهنا الزاوية 45 يعني بتساوي ظا 45 بيساوي 1. هقول له بما أن اللام واحد عمودي على لام اتنين، أنت قلت له مستقيمين متعامدين، يبقى أكيد إن ميم واحد في ميم اتنين اللي هو حاصل ضرب الميلين بيساوي سالب واحد، أو إن أنا جبت ميل لام اتنين بواحد يبقى مقلوب ميل المستقيم لام واحد هشقلب الواحد يبقى واحد، أغير إشارته يبقى سالب واحد. عايز تعملها بقوانين مفيش أدنى مشكلة، ممكن تقول لي الميم واحد في الميم اتنين اللي هي واحد بيساوي سالب واحد، هو ميم واحد في واحد اللي هي ميم واحد يبقى بيساوي سالب واحد، يبقى فعلا ميل المستقيم لام واحد بسالب واحد. انت كده عرفت ان ميل المستقيم لام واحد بسالب واحد. طب ما انا عارف برضو ان ميل المستقيم لام واحد بيساوي فرق الصادات اللي هو صاد اتنين ناقص صاد واحد على فرق السينات سين اتنين ناقص سين واحد. طيب يبقى ميل لام واحد اللي هو سالب واحد هيساوي فرق الصادات يعني كاف ناقص واحد. بص هتروح من الكاف للواحد يبقى كاف ناقص الواحد، وبعدين تروح من الاتنين للتلاتة يبقى اتنين ناقص تلاتة. جميل، يبقى السالب واحد بيساوي ادي كاف ناقص الواحد على اتنين ناقص تلاتة اللي هي سالب واحد. اضرب مقص، كاف ناقص واحد في واحد بكاف ناقص الواحد، وسالب واحد في سالب واحد بموجب واحد، وادي دي الناحية التانية، يبقى اذا الكاف بيساوي واحد وكمان واحد يبقى اتنين، يبقى قيمة الكاف بتساوي اتنين يا باشمهندس. خلاص مفهومة كده؟ يبقى انا يا باشمهندس قدرت اجيب قيمة الكاف اللي هي بتساوي اتنين. تمام، تعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا باشمهندس. رقم 3 بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت الكلام ده. قلت عندي طرف ايمن وطرف ايسر، فببدأ اقول له كده الطرف الايمن هيساوي ظا تربيع 60، او ممكن اكتبه ادي ظا تربيع 60 ناقص ظا تربيع 30. ظا 60 انت عارفها بجذر 3 او هاتها من العلقة، الكلام ده تربيع، وظا 30 انت عارفها بواحد على جذر 3 والكلام ده برضه تربيع. جذر 3 تربيع سبب الآلة الحاسبة، الجذر يشيل لك الأس يبقى 3، وهنا ناقص 1 تربيع بواحد، وجذر 3 تربيع اللي هي 3. لو حسبت 3 ناقص تلت على الآلة، التلاتة دي اللي هي 9 على 3 ناقص تلت، فهنا المقام ب 3 و9 ناقص 1 8. ممكن من الأول هنا تحسب على الآلة، فهنا الطرف الأيمن طلع ب 8 على 3، هتبدأ تجيب لي الطرف الأيسر هيساوي اللي هو 1 زائد ظا 60 في ظا 30 على جتا تربيع 30. طيب ادي 1 زائد ظا 60 بجذر 3 وظا 30 1 على جذر 3 على جتا 30 بجذر 3 على 2، بس الكلام ده تربيع هيساوي. طبعا هنا الجذر 3 هتروح مع الجذر 3، فيفضل هنا 1 زائد 1 اللي هو 2 على جذر 3 تربيع ب 3 و2 تربيع ب 4. تمام، طب مش ده ممكن اعملها 2 واقلب العلى فيه وشقلب ده، بدل ما هو 3 على 4 يبقى 4 على 3. هنا 2 في 4 ب 8 وهنا المقام ب 3، يبقى اذا الطرف الايمن ب 8 على 3، الطرف الايسر ب 8 على 3، وهما الاثنين متساويين ما فيهمش ادنى مشكله. خلاص كلام جميل، كلام جميل وزي الفل. السؤال الثالث بقى يا باشمهندس بيقول لي اوجد معادله الخط المستقيم المر بالنقطه دي بوزن المستقيم ده. اي معادلة عبارة عن ص بتساوي ميم س زائد الجيم، يبقى انا عايز الميل ونقطة بتمر بيها او طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طب ما هو قال لك ان ميل المستقيم او المستقيم بيوازي ده، يبقى انا اقول له كده ميل المستقيم المطلوب، اقول له بيساوي ميل المستقيم اللي انت مديهولي س زائد الاتنين ص ناقص 7 بيساوي صفر. دي معادلة، يبقى ميم بتساوي اللي هو ميل المستقيم المطلوب من المعادلة دي سالب معامل س، اللي قبل السين هنا واحد يبقى سالب واحد على معامل ص اللي هو اتنين. يبقى أنا عرفت إن الميل سالب نص، يبقى ممكن أكتب المعادلة ص بتساوي سالب نص س زائد ج. معايا نقطة بتمر بيها، خلاص هقول له بالتعويض بالنقطة، أو بما أن 3 أو 5 تحقق معادلة الخط المستقيم. الثلاثة هي السين والخمسة هي الصاد، فممكن أشيل الصاد اللي هي خمسة تساوي سالب نص في سين اللي هي ثلاثة زائد الجي. حلو، يبقى الخمسة بتساوي سالب نص في ثلاثة اللي هي سالب ثلاثة على الاتنين زائد الجي. طب هبدأ أودي السالب ثلاثة على الاتنين، يبقى الجيم بتساوي خمسة، والسالب ثلاثة على الاتنين هتروح بموجب ثلاثة على الاتنين. خلاص، الخمسة دي اللي هي عشرة على الاتنين، يبقى الكلام ده هو 13 على الاتنين. ما دي 3 على 2 1 ونص زائد 5 6 ونص، ما 13 على 2 اللي هي بالنسبه لي 6 ونص. خلاص، يبقى اذا يا باشمهندس معادله الخط المستقيم هتبقى ص بتساوي
سالب نص س زائد 13 على 2. عايز تسيبها كده انت ليك مطلق الحرية، ممكن تضرب المعادلة كلها في 2 تجميليا بس. فصاد في 2 ب 2 صاد، وسالب واحد او سالب نص في 2 يبقى سالب س لان الاثنين هتطير الاثنين، و13 على 2 في 2 اللي هي 13. ممكن تعملها كده، ممكن تودي السالب س ايا كان بقى الطريقه، ممكن اودي دي الناحيه الثانيه كمان، يبقى 2 ص زائد س بيساوي 13. ممكن اودي 13 انا حر خلاص، ولو سبتها كده برضو تاخد درجتك كامله، لحد هنا تاخد الدرجه كامله، الباقي ده خطوات تجميليه مش اكتر يا باشمهندس. يبقى هي دي كده معادله الخط بتاعك. طيب السؤال الرابع أ بيقول لي إذا كانت ج 6 وسالب 4 هي منتصف الألف ب، حيث الألف ب كذا، عايز مني إحداث النقطة ب. قلت أنا معايا قطعة مستقيمة اسمها أ ب، الألف معايا بخمسة وسالب 3 والباء معرفهاش، يبقى س وص، وأنا عارف النقطة ج اللي هي في النص عبارة عن 6 وسالب 4. طب ما أنا عارف إن النقطة المنتصف اللي هي 6 وسالب 4 بتساوي، بعمل زوج مرتب وبفتح قوس، بجمع السينات يبقى هنا س وكمان 5 واقسم على الاثنين، وبجمع الصادات يبقى هنا ص ناقص 3 على الاثنين، وهقول ده بيساوي الاول او الاول بيساوي الاول، يعني س زائد 5 على الاثنين بيساوي 6 على 1. هضرب مقص يبقى س زائد 5 في 1 ب س زائد 5، و2 في 6 ب 12 هودي ال 5، يبقى س بتساوي ادي 12 وال5 هتروح بسالب 5، يبقى 12 ناقص 5 ب 7 يبقى س ب 7. كلام جميل. التاني هنا اللي هو ص ناقص 3 على 2 هيساوي التاني هنا اللي هو سالب 4 على 1. اضرب مقص يبقى ص ناقص 3 في 1 بص ناقص 3، و2 في سالب 4 بسالب 8، هودي السالب 3 هنا، يبقى الصاد بتساوي سالب 8 موجب 3، سالب 8 موجب 3 يبقى سالب 5. يبقى انا كده جبت احداثي النقطه ب، جبت الس بالنسبه لي 7، وجبت الصاد بسالب 5. مش عيب ان انت تتاكد. 5 زائد 7 12 على 2 فيها 6 صح، سالب 3 وسالب 5 سالب 8 على 2 فيها سالب 4، يبقى انت كلامك مظبوط وزي الفل يا باشمهندس. خلاص ده كده السؤال الرابع ب. السؤال الرابع بقى بيقول لي اوجد قيمه هاء حيث هاء زاويه حاده. اقول له سهله، انت بتقول لي الجا هاء بتساوي جا 60 بجذر 3 على 2، في جتا 30 برضه بجذر 3 على 2، ناقص جتا 60 بنص في جا 30 برضه بنص. تمام، جذر 3 بجذر 3 ب 3، و2 في 2 ب 4، ناقص 1 في 1 ب 1، و2 في 2 ب 4. هنا المقام ب 4، وهنا 3 ناقص 1 2، هنا على 2 فيها ال 1 وهنا على 2 فيها ال 2، يبقى الكلام ده بنص. أقول له إذن الجا هاء بتساوي نص، ولو الجا هاء بتساوي نص أسهل حل أنت حافظها ب 30 أنا عارف، أو شيفت ساين نص، فيطلع لك الزاوية 30. فأقول له بما أن جا هاء بيساوي نص، إذن قياس زاوية هاء تساوي 30 درجة، وهو المطلوب إثباته. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. السؤال الخامس أ بيقول لي أثبت أن النقط دي هي رؤوس متوازية أضلاع. قلنا الأشكال يا باشمهندس أسهل حاجة ليها الست حاجات، وأضمن حاجة تاخد بيها درجتك كاملة. بتبدأ تجيب لي الألف ب، وتجيب لي الب جيم، وبتجيب لي الجيم دال، وبتجيب لي الألف دال. أنت كده جبت الأربع أطوار، بتجيب القطرين اللي هم أ جيم وب دال. لو ما أنتش عارف الست حاجات دول، ارسم متوازي صغير كده أهو اسمه أ ب ج د. فأنت هتجيب الأ ب والباء ج والج د والأ د اللي هما لحد هنا، وهتجيب القطرين كمان اللي هما أ ج وباء د. خلاص وصلت؟ تمام. طب هجيب الأ ب منين يا باشمهندس؟ من قانون البعد. كل ده قانون البعد، ركز بقى معايا. بعمل قوسين تربيع وما بينهم زائد، شغال مع الأ والب، يبقى سالب 1 ناقص 0، سالب 1 ناقص 0، وهنا 1 ناقص 5، 1 ناقص 5 يبقى يساوي جذر. سالب 1 ناقص 0 اللي هو سالب 1، سالب 1 تربيع ب 1، وهنا 1 ناقص 5 سالب 4 تربيع ب 16 يبقى ده جذر 17. طالما جبت الالف ب بجذر 17 لازم تتاكد ان ده الجيم الضلع اللي في وشه بجذر 17. تعال نجيب الباء جيم الاول، ادي جذر. يلا يا باشمهندس، قوسين تربيع ما بينهم زائد، الباء مع الجيم يبقى 0 ناقص 4، 0 ناقص 4، و5 ناقص 2، و5 ناقص 2. طيب جميل، ادي جذر 0 ناقص 4 اللي هو سالب 4 تربيع ب 16، 5 ناقص 2 3 تربيع ب 9،
دي جيت جذر 25 اللي هي 5، طالما جبت الباء جيم ب5 يبقى لازم الالف دال ب5. بص الجيم دال ده لازم يطلع بجذر 17، والا نبقى احنا عاملين حاجه غلط. ادي جذر قوسين تربيع ما بينهم زائد، الجيم معدالي يبقى 4 ناقص 5، 4 ناقص 5 و2 ناقص 6، 2 ناقص 6. ادي جذر 4 ناقص 5 سالب 1 تربيع ب1، 2 ناقص 6 سالب 4 تربيع ب16، تمام كده وزي الفل، ده طلع بجذر 17. يبقى فعلا كل ضلعين متقابلين قد بعض. اللي جاي ده الالف دال لازم يطلع برضه ب5 زي البي جيم. تعال نشوف، ادي جذر قوسين تربيع ما بينهم زائد، يلا الالف مع الدال يبقى سالب 1 ناقص 5، سالب 1 ناقص 5 و1 ناقص 6، 1 ناقص 6 سالب 1 ناقص 5، خدنا ده مع ده خلاص. يبقى بالنسبة لي بسم الله سالب 1 ناقص 5 اللي هي سالب 6، خلاص كده في حاجة غلط. بسم الله احنا خدنا يا باشمهندس، نراجع بس الباقي جيم بعد اذنك، 0 ناقص 4 و5 ناقص 2، تمام. تراجع الالف دال سالب 1 ناقص 5 و1 ناقص 6، خلاص. طيب هنا سالب 1 ناقص 5 سالب 6 تربيع ب36، وهنا 1 ناقص 6 سالب 5، خلاص سالب 5 تربيع ب25، لا كده في حاجه غلط. فادي كده جذر يا باشمهندس 36 و25 اللي هي بالنسبه لي 61. طب سيبها دلوقتي وهقول لك الاختلاف في ايه. تعال نجيب الالف جيم، ادي جذر تربيع وهنا برضو تربيع، الالف مع الجيم هيبقى سالب 1 ناقص 4 سالب 1 ناقص 4، والواحد مع الاثنين 1 ناقص 2، يبقى دي جذر سالب 1 ناقص 4 سالب 5 تربيع ب25، 1 ناقص 2 سالب 1 تربيع ب1 يعني جذر 26. تعال نجيب اخر حاجه الب مع الدال، الب مع الدال يبقى 0 ناقص 5 تربيع زائد، بالنسبه لي يا باشمهندس الب مع الدال 0 ناقص 5 و5 ناقص 6، 5 ناقص 6 تربيع، ادي جذر. طبعا 0 ناقص 5 اللي هو سالب 5 تربيع ب25، وهنا 5 ناقص 6 سالب 1 تربيع ب1، كلام جميل، كلام جميل وزي الفل، يعني جذر 26. بص يا باشمهندس بقى وركز معايا، انت دلوقتي طلع الب دال قد الالف ج، وطلع معاك ان الالف ب قد الجيم دال، الله عليك يا باشمهندس. خلاص هنا انا عشان اثبت، هو ما قالكش هنا في المساله، ده سؤال جميل قوي على فكره، وعلى فكره مسالتنا ما فيش فيها غلط، هو الوقت هو عايز يثبت ان النقط دي هي رؤوس متوازيه اضلاع، بس انا مش عارف ان هو بالترتيب ده. طب هيبقى بالترتيب ازاي؟ ركز معايا بقى عشان دي خطيره جدا ومهمه قوي. بص انت الالف ب لازم يبقى قصاده الجيم دال، يعني انت مثلا لو هنا الف وهنا ب لازم يبقى قصاده الجيم دال، بس لازم يا باشمهندس ان الالف جيم يبقى قصاده الباء دال، لان الاثنين دول قد بعض، تمام تمام. يعني بالنسبه لي هو مش الترتيب ازاي بقى يا باشمهندس؟ لو هو مش الترتيب كده مثلا، ادي الف ب جيم دال، فانت حتى لو غيرت ترتيبه الف ب جيم دال مش هتلاقي برضه الالف ب قصاد الجيم دال، ماشي، ولكن الالف جيم هتلاقي قطر. فهو هنا الفكرة ان هو ما حددش ان اسمه ألف باء جيم دال، ولكن انت لو رسمته كده ألف جيم دال ب، ركز كده معايا، هتلاقي ان ألف جيم اهو قد اللي قصاده اللي هو الب دال، يبقى الألف جيم قد الب دال ودي صح، وهتلاقي الألف ب اهو يا باشمهندس قد اللي قصاده اللي هو الجيم دال، وهتلاقي ان القطرين اللي هم باء جيم وألف دي ألف دال او الباء جيم والألف دال مش قد بعض يا باشمهندس. فهنا المتوازي لعبه جميله جدا اسمه الف جيم دال ب، ده المتوازي. فهنا مش زي المسائل اللي كانت مثلا في كتاب المعاصر بيقول لك اثبت ان الف باء جيم ده المتوازي، لا هو عايز يثبت ان هو ده متوازي اضلاع وخلاص. فاقول له يا باشمهندس بما ان الالف ب بيساوي الجيم دال، الالف ب بيساوي الجيم دال، والالف جيم بيساوي الب دال، والب جيم لا يساوي الالف دال، اذا الف جيم دال ب متوازي اضلاع، ودي فكره جميله جدا جدا. خلاص ده كده يا باشمهندس السؤال رقم الخامس. تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. رقم ب يا باشمهندس بيقول لي اوجد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع عن محور السداد بالمستقيم الذي معادلته 5 س زائد 4 ص ناقص 10 بيساوي 0.
اقول له الميل سهلة، الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص، فاللي قبل السين 5 غير اشارتها يبقى سالب 5 على معامل ص اللي هو 4. طيب طول الجزء المقطوع بيجي ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك انا دلوقتي. طول الجزء المقطوع بيساوي الحد المطلق على معامل الص، خلاص؟ ولا سالب الحد المطلق هنشوفها دلوقتي وهثبتها لك بطريقه ثانيه. فهنا طول الجزء المقطوع بيساوي الحد المطلق اللي هو سالب 10 على معامل الصاد اللي هو 4، يعني بالنسبة لي أو سالب بقى الحد المطلق، فهنا سالب الحد المطلق فغير إشارة العشرة يبقى موجب 10 على الأربعة، هنا على الاتنين فعل 5، على الاتنين فعل 2 يبقى 5 على الاتنين. لو أنا مش مهندس قلت الأربعة صاد أهي تمام، والخمسة سين راحت الناحية التانية هتبقى سالب 5 سين، والسالب 10 هتروح بموجب 10، وقسمت المسألة كلها على 4، فهنا على الأربعة، هنا على الأربعة، هنا على الأربعة، فده هتروح مع دي يبقى صاد، وهنا سالب 5 على 4 س، سالب 5 على 4 س زائد 10 على 4، خلاص؟ دي كده شبه ص بتساوي م س زائد الجيم، فالميم اللي هو معامل الس بسالب 5 على 4 والجيم فعلا ب 10 على 4 اللي هي 5 على الاثنين، خلاص؟ بكده يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا محافظة الجيزة، محافظة على فكرة دسمة جدا وفيها أفكار جميلة جدا جدا. كده خلصنا محافظة الجيزة هندسة، إن شاء الله المحافظة الثالثة أعتقد الإسكندرية، يبقى بكرة بإذن الله الإسكندرية جبر، بعده الإسكندرية هندسة وهكذا بأمر الله. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى أن أكون قد أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفك على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.